طبعا الهدف من هذا الافطار تاتي في اطار تنزيل استراتيجيه المندوبيه العامه والاهتمام بهذه الفئه، وكذلك باعتبارهم فئه من الفئات المستضعفه. الجديد في هذه الامسيه وهذا الافطار الجماعي هو مصاحبتهم من طرف العائلات ديالهم في اطار افطار جماعي، باعتبار الاسره كمدخل اساسي في هذا الادماج، وكذلك ترسيخ روح التربيه باعتبارها ذات اهميه وتعتبر كذلك محور اساسي في اطار انجاح البرامج التكوينيه والتربويه داخل استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون. طبعا هي أمسية غنية بفقراتها بمشاركة مجموعة من الفرق الموسيقية في إطار الابتهالات الدينية من طرف أداء فرقة نزلاء المركز الإصلاح والتدريب، وكذلك تتويج بعض المتفوقين الذين أبانوا على علو الكعب ديالهم في إطار بعض البرامج تحفيظ وتجويد القرآن وكذلك المسابقات الدينية. حضورنا اليوم هو بمثابة رسالة لهذه الفئة من النزلاء لنبلغهم بأنه دور القاضي ليس فقط هو دور ذلك الدور الكلاسيكي القديم، هو فقط يقوم بإصدار العقوبات أو بالاعتقال سواء كان الأمر يتعلق بقضاء النيابة العامة أو بقضاء الحكم بخصوص الأحداث، لأننا نتواجد هنا بمؤسسة سجنية تضم الأحداث بطبيعة الحال، ولكن نبعث من هذا الحضور نبعث رسالة مفادها أن دور القاضي أيضا هو دور إنساني، دور اجتماعي، وأيضا يحضر رفقة هذه الفئة الهشة من الأطفال ليقاسمهم هذا الإفطار في هذا الشهر الفضيل. كنحس بفرحة حج، كنحس بفرحة عارف حيت ما عمرني فطرت في رمضان مع والدي في رمضان، ما عمرني فطرت معاهم شنو. كنحس بواحد الفرحة كبيرة بإذن الله، فطور جماعي وليد هاد الوليدات بحال وليداتنا، وكنشكروا المسؤولين وكاين سميتو الأمداح كنتسنطوا ليهم بخير وعلى خير، وكنشكروا المدير وكنشكر المعاملة ديال هاد الناس المهتمين بهذا الأمر، والحمد لله والشكر لله. هاد الإحساس ما نقدرش نوصفه لك، حيت الحالة هادي ما فطرتي مع داركم وكيجيو بحال هما كيعوضوا لك داكشي بحال أنت راه في السيفي ماشي في الحبس. شتي اللي نقدر نقول لك؟ كل شيء موجود الحمد لله، داكشي اللي غديروا لكم مك داروا لكم، ما هو هذيك النسوة اللي تخرج عند مك لداركم وتريح معاها مع باه ناقصه با وخوت يا مرا مي راه بحال داروا كل شيء. عادة كيفاش كدوزوا الأيام ديال رمضان هنا داخل المؤسسة ديال التهذيب والإصلاح؟ بخير، مؤسسة راه مهتمة بالشؤون ديال السجون، كيجيبوا لك كل نهار كيجيبوا لك فطور، والفطور كيبقى يتعاود نفس النهار، ولكن راه السيستيم ديالهم اللي جاو يديروا كل نهار حاجة راه معاه، كل نهار كيديروا فهم بحال كل نهار كيجيبوه الصوب، فهمتي كنقولوا حنا باللغة ديال السجناء الصوب، كل نهار كيجيبوا بيضة ودرقة والحريرة، وفي السحور كيجيبوا عاوتاني الدجاج دانون فرما بنانة تفاحة، وراه بخير الحمد لله ما خاصناش أخي. كنتنسق في هذا الشهر الفضيل اللي هو شهر الخير وشهر البركه وشهر الجود والكرم، فكان الفكره اننا ننسقوا نديروا افطار جماعي بين مجلس علمي وبين المؤسسه السجنيه، والذي يميز هذه السنه المباركه هو حضور الاباء ديال النزلاء والفكره هي جد رائعه، وفكره نطلب الله انها تعمم لانها كتدخل السرور والفرح.